في خبر عاجل، كشفت مصادر مطلعة للقاهرة الإخبارية عن اتصالات مصرية قطرية لدفع جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، وأشارت إلى تكثيف الجهود المصرية القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن المحتجزين. ولمشاهدينا الذين انضموا إلينا الآن، نشير إلى هذا الخبر العاجل، حيث كشفت مصادر مطلعة للقاهرة الإخبارية عن اتصالات مصرية قطرية لدفع جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين. وأشارت المصادر إلى تكثيف الجهود المصرية القطرية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن المحتجزين.